بسم الله الرحمن الرحيم، جينا لكم في فيديو جديد. وفيديو النهارده عباره عن تحديات ومهارات هتشوفها لاول مره في كره القدم. بس ما تنساش تكتب لنا الدقيقه اللي فيها اكتر مقطع عجبك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لنا لايك وشير. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا وتسديده. بالحظك يا ابني، الحظ ده سطت في رجل اللاعب وفي العارضه غيرت اتجاهها يعني. وده هو من المهاره حركاتك. تسديده من حارس المرمى ودي اتصال صاحبه. واو اوه نرجع لها نرجع لها. شوف شوف عمل ايه. بوم براسو. اوه كوبري عالمي. ده تحدي جديد بنشنه على الفتحة اللي في التسعين دي. واو واو لوحدة مس كوبر. يا نهار اسود يا نهار اسود، ايه الكباري دي؟ واو واو اوف. دي ماشي وده خد الفرقة كلها من الجول للجول. واو هدف عالمي بصراحة، عالمي. هو مش مصدق نفسه. ودي خد واحدة والتانية و قوم قوم يا ابني هارد لك. اوه يا نار اسود. ودي نيمار عالمي عالمي. نيمار في كعب خطير. ده منتخب اليابان ده ولا ايه؟ واو تمرين على التسديد. وش رجله في التسعين، كرة لفة في الهواء لفة غريبة. وادي اهو خد الكورة. يا نهار اسود. الحارس ازاي؟ وشوف اللاعب 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 ضيعها. نرجع لها تاني نرجع لها تاني. شايفين اللاعب؟ يا نهار اسود. اوه ارض لك. واو واو شايف كوبري خد واحدة تانية في الأرض على طول. كعب. أوه يا نهار أسود. وأدي ماشي رأس الحارس. يا نهار أسود لعيب يا ابني. إيه ده؟ أوه أمسك. أوه إيه ده؟ إيه اللي بتعمله ده؟ بيصطاد عصافير ده مالناش دعوة بيه. ده راكب على السكوتر وبيلعب بالكورة. واو واو بنطلع. دي مهارات عالية. بنشم في العرضة. بنقطع الإزازة. باكورد في المية. عم باكورد في المية. ودي واحدة بيرتو واحدة بيرتو كارلوس. أوه صندوق الرابش من البلكونة. واو
وادي إبرة. أهداف خرافية بصراحة، أنا مستمتع أنا بشوف. ده حارس إلكتروني وهم بينشنوا نجوم أهداف في المرمى. واو واو، ده مش فاضي مصلحة خالص، كل الكور داخلة فيه في خرمه. واو ده ميسي، ده فاديوس في الطريصة عيب يا ابني. نشنه في الصندوق الرابش، واحدة والتانية والتالتة، يا نهار اسود ما شاء الله، يعني لعيب ماسك الكرة في رجله. تسديدة صاروخ، نرجع نشوف ايه اللي عمله، ايه اللي عمله، هو عمل ايه؟ جيش الكرة اتعنق في الأرض، يا نهار اسود ايه ده؟ اللي عمله التاني، ايه ده؟ اللي بعد اللي بعد ايه يا عم ده؟ ونشوف التاني، الله ده ما شاء الله بصراحة. ده كمان الدوري المصري، ده مين ده؟ الله ايه لعيبة بصراحة، استهتار. طيب ده بيصطاد عصافير، هو جايبها له من ورا فوق خالص. واو نهار اسود على الكوبري، يوجع خلو. ودخل الاول والتاني، ودخل الاول والتاني. واو واو، ده جاي من ورا. واو صراحة عالمي. ده ايه اللي حصل فيها دي؟ يا نهار، باك ورد خطير خطير يا ابني، ما شاء الله عليك. استلام على الصدر، قول مزدايا، هذه المهارات، مهارة والخط والبطة، دي توني كروز. فلورينزي لاعب روما، دي شوية مهارات هنستمتع بيها. شعراوي شعراوي ده اللاعب المصري طبعا، مهارات لعب روما،
حصل. اوف يا نهار اسود جت في الكاميرا يا لهوي دراموس. في نهاية الفيديو لو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة ورايك في تعليق. نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.